بتقول يا بح يا بح، هي شوكته سكينته وهي دبدوبته بالليل وابي نام الدب بالليل. سمسوم اخر انسان انا طوز شبكي خفتي ما بطوز اذا ما ضغطت على الزناد اوتوماتيك طوز لحالها. معقولة عقلكم شو صغير انتو البنات؟ واذا اوتوماتيك ما بطوز اذا ما ضغطت؟ انت ما عم تقرا صفحة الحوادث. بابا بيجي صفحة الحوادث إلك، مو قلنا نحن بنفهم، بيجي بلا الناس اللي ما بتفهم. جاهزة؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين. الله يخليك الله يخليك. إجا بابا هلا بدي أقول له خرجك. ما يسمعوني الجيران. لك شو انت؟ بدك تجنني انت؟ بدك تجيب اجري انت؟ بدك تجلطني؟ بدك تصيبني النقطة من وراك؟ كذاب يا ابي كذاب، انا ما قوصته قوصت سمسوم. لك ليش بدي لك على سلاح؟ ما بتعرف انه سلاح بايد واحد مثل حكايتك بيجرح. لك يا كلب يا واطي يا قليل الذوق. شو؟ طول بالك. ما عندي طول بالي شو مانا ما حدا يحكي قدامي. لا قدامي قدامي لك شيء اسمع. لا استنى يا خيط الشر يا ربي يا لا الشر يا ربي يا لا بابا انت بدك تجنني بدك تموتني بدك تشلطني. لا ليش تلعب بالبارودة؟ ليش تلعب بالبارودة؟ ابي الله يوفقك على مالك ابي. انا ما قصدت العب بالبارودة، ماني عرفانة حقيقية مفخرة لعبة. لك حتى لو لعبة ليش طلع من خزانة؟ مو انا اللي طالعتها سلوى. لك وبعدين معها بدك تموتني انت بدك تموتني. حاج ابي الله يوفقك حاج، ما بقدر انا على المواقف. الله يخليك ابي. وحدي انت شايفة ايدي شايفة؟ ها؟ لا شايفة خفيفة؟ ها؟ لا لا أنا بدنا ندارع على القبلة. هاي القبلة على الإيد اليسار، يعني هاي هيك. لك إليكو عم شلون ما شفناه؟ تعال نشوف. لك إيه والله ليك 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 مخارو عم يضحك عملنا ليك الذهب مزبوط، بس كأنه مرشي. بعرف خيو أنا سبع أمتار ما إيه سبع فشخات يعني عد أشوف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يا عم وين حافرين؟ بجنبها بالضبط نحن. يلا ليش دخلنا بابا؟ ياب شرف سيدي شرف. يلا يلا سوا معيتها. يلا واحد اثنين. اليوم يومك يا سعيد، اليوم الشغلة مدروسة. أصلا لو رحنا لعند الخبير من الأول كان صرنا كذا شهر عم نقزدر بالشبح على طريق المالكي. ناولني لقلك ناولني. هات سيدي هات. بسم الله يلا. ابو سعود
وين بدك تعمر الفيلا تبعك بس يطلع الدهام؟ بدروشة جنب فيلة أبو خليل. يا حري حريشك يا سعيد، شو أحلامك صغيرة بدروشة؟ ليش حضرتك وين بدك تعمرها؟ بباريس وجنب فيلة جيزكاردستان بالذات. لك تضرب على أحلامك شو أكبر من قياسك، حدا بيسكن هني؟ إذا بدك تعطس بدك تقدم طلب. لا خيو هنيك ما فيك شغلات. وشو عرفك إنه ما فيك شغلات؟ شو مقضي نص عمرك بفرنسا ولا باريس مربط خيلنا؟ إيه ما بشوفوا بيحكوا عن هالشغلة بالتلفزيون، معناها ما في هيك شيء. لك هنيك في بس على السكيت، مو مثل شعبنا مشرشح كله بيعرف كل شيء. يعني على سبيل المثال بتشتري سندويشة فلافل، الكل بيعرفوا إنك اشتريت سندويشة فلافل، مع ذلك كلهم بيسألوه صحيح اشتريت سندويشة فلافل يا؟ شو طلعوا؟ لو طلعوا كنت اكيد قلت لك. لعيبتا بدنا نضل نحفر نحنا. لك حبيبي اللي بده الذهب ما بيسال ليه بدنا نضل نحفر، بيسال قديش بدنا نحفر. قديش بدنا نحفر؟ لحتى يلتقى منكوشي ومنكوشك بفرد نقطة. شو يا؟ قتلني الجوع انا، ما بدنا ناكل؟ حتى خلص النص مو كل ما ضربت لي منكوش بتقلي بدي اكل. صار لي من الغدا ما اكلت انا، مو كل ما ضربت منكوش بالله. لك انت كل ما ضربت لي منكوش بتقلي بدي اكل. لك اخي جوعان، حقي طالب اني اكل ولا مو حقي؟ لك حبيبي اذا مفكر حالك جاي سيران روح على بيتك احسن لك، نحن جايين نشتغل مو جايين ناكل. خمس دقايق لف لي سندويشه وبرجع للشغل. تاكلك الحوته كول. شو جايب معك اكل؟ مو جايب معي شي، انا ما بتعشى. شلون مو جايب شي؟ بدي اكل انا. ليش انت مو جايب معك شي؟ لا انشغلت قبل ما اجي، امتى اعتمدت عليك تجيب شي؟ ايه تاني مرة اعتمد على حالك حبيبي. افهمنا ما بدك تتعشى تنمحي لا تتعشى، بس كان لازم تحسب حسابك مشان الصبح، يعني تجيب معك شي مشان الفطور. حسبت حساب هالشغلة، بس قلت لحالي هلا بيكون سعيد معتمد علي، اذا اخذت شي للفطور بيسلخوا العشاء. والعمل هلا انا ما بقدر اشتغل وانا جوعان. ها اركبها تريزينا وروح عضي على جنبنا، جيب لك سندويشة فلافل ورجع بسرعة. لا تاكل همي، أنا بعرف شلون دبر أكل. ويتعشى وأنا أحفظ. أيوة شوفي. صوت صوتك في حرامي بالبيت. شو في حرامي بالبيت؟ هو بتصلوا الشرطة خليه يجيبوا. شو ايش رقم الشرطة؟ ما بعرف مين، ما بعرف. بطلع كسر له راسه. شو كسر له راسه؟ ما بسمع منيح. ما في حلي صوتي. شو
كلهم مسلحين امي اصلا. خلاص خلاص اسكتوا اسكتوا، خلونا نضل قاعدين هون بما يروح بجميع الاحوال ما في شيء يسرقوا. جبان جبان اعترف انك شبان. انت الجبان وقتكم هلا انتم. انت واحد جبان. انت الجبان. انا الواحد الكبير كنت بطلع بكم. خلاص تمام تفضل تفضل تفضل. ارموا كلكم على بعض تقتلوا بمواجهه الخطر الخارجي. الكل في سبيل الواحد. سمعت واحد بيموت الكل ان شاء الله. لا سمح الله. رحت على البيت. هلا انا قلت لك روح على البيت. انا قلت لك روح على شي محل قريب جيب لك سندويشه وتعال. إيه ما معي مصاري. بحق البنزينات اللي صرفته من هون البيت تشتري 10 سندويشات فلافل. خلص روق بقى، تعال اشرب لك كاسه شاي. بدي نام. شلون وانا؟ انت اشتغل. بيهون عليك لك سرور. انت تنام وانا اشتغل. انا شو كنت عم اعمل لما حضرتك رحت على البيت اكلت ورجعت؟ كنت عم تشتغل. إيه هلا اضرب لك منكوشين ثلاثه لاصبط لك سندويشه وكاسه شاي على كيفك. يلا حيو يا اخ. يلا اخي شو بدي اسوي فيك انا؟ طلعوا يلا اضرب انت وانا بضرب لك سندويشه. حيو مو شاطر لي غير بحيو انت. قول يلا لك بدي افهم شو حفرت انت. شو حفرت؟ قال والشريك عم نص كمان. تعمل لي مثل سيارات المسؤولية تصرف لي تركة بنزين مشان تروح تجيب لي سندويشة وتجي. أخيين لو شفت حالتنا امبارح كنت عرفت ليش خايفة. تجمعنا كلياتنا بفرد غرفة لوش الصبح ما استرجينا نطلع منها. اتصلوا بالشرطة. هيك هيك المساعد ما عم يلاقي حرامية يفش خلقه فيهن. عم يتفشش بالأبرياء أمثالنا. تليفون واحد دغري بيجي. كنا نتذكر شو رقم الشرطة. احفظيه بمخك. 112 واحد واحد تو. سهلة حفظته. الله لا يحيجنا إله. قومي الله يرضى عليك جهزي لي 4-5 سندويشات مشان ما يجوا حرامية بالليل. ليش كمان اليوم رايح على الحفر؟ لك ايه لانه سرور بيكون شاف الخبير. سندويشاتنا رح تصير كلها شقف وكباب. ما بقى في لبنه وزيتون وما بعرف شو. اخ بس تزبط معنا يا جمانة. الصبح بنكون مخلصين ان شاء الله. من يوم ما لحقت لي الذهب ما عدت درت بالك لشي. احوالنا كل ما لا عم تدهور من ورا الذهب تبعك. شو هالحكي؟ يعني انا كنت اوناسيس قبل ما ادور على الذهب، هلا مو كل شغله تحطيها برقبه الذهب؟ لا شيء بيصير تدهب النوب. اصفر يا رنان يا مسلي الزعلان، هذا هو الذهب، هو اللي بده يأملكم مستقبلكم. قبل الذهب كنت اشتغل لك شغله بعد الظهر تأمن مستلزمات البيت، اما هلا مو فاضي. وهلا يصح لي شغل بشتغل، انا عم نكش عن الذهب وقت تكون عاطل عن العمل باوقات الفراغ. انت مالك عاطل عن العمل، عندك بيتك واولادك، بتقدر تدير بالك عليهم. خلص جمانة، اصلا مشان مين عم دور على الاصفر رنان غير مشانك ومشان اولادي؟ لك انا كل شيء عم بعمله من اجل ابنائي، بس نهي نهي انتو عيله ما بتبين، لك ما بتبين معكم المنيحه، ما بتبين. I'm a man!